ينضم إلي من رام الله الباحث في العلاقات الدولية سيد أشرف عكا، ومن القدس الكاتب والباحث السياسي السيد شلومو غانور، ومن واشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات سيد ديفيد دي روش. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي. أبدأ من ضيفي السيد أشرف عكا من رام الله. سيد أشرف، ليس فقط يبدو أنه استطلاع الرأي في الداخل الإسرائيلي يظهر أن إسرائيل أن الشارع الإسرائيلي ربما متردد في مسألة الدخول في هذه العملية البرية، لكن أيضا ثمت حسابات دولية اختلفت معطياتها خلال الفترة الماضية. ما القراءة التي تطرحونها في هذا الشأن؟ يعني أولا لا ثقة بهذه الاستطلاعات. الآن كل ما يجري في إسرائيل، كل التصريحات هي تصريحات مسيسة، حتى الخلافات والعمليات الداخلية الإسرائيلية بين رئيس الوزراء وقيادة الجيش هي عمليات مسيسة، ويجب يعني أن نفهم تماما حتى في ظل المعطيات الإقليمية والدولية وما يجري من تحركات ميدانية يجب أن يقرأ في إطار يعني تلاقي الرؤى الإسرائيلية الأمريكية بضرورة يعني خداع حماس، خداع استراتيجي. هذا التريث له علاقة بعملية خداع استراتيجي تحاول أن تقوم بها القوات الإسرائيلية الأمريكية، وهناك عاملين رئيسيين، عملية خدعة، والعامل الآخر هو أن تكون القوات الإسرائيلية جاهزة والقوات الأمريكية جاهزة في المنطقة وحاضرة للرد على أي تهديد محتمل. هذا هو ما أفهمه أنا حسب قراءتي وملاحظاتي على كل التصريحات، لأنه لا يمكن يعني فهم كيف يكون في هناك يعني تصريحات نارية. هل هي لملء الفراغ؟ هذا ملء الفراغ عمليا يحضر المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ويحضر العالم لعملية خداع من أجل أن يتم يعني اقتناص فرصة. وهناك حديث عن يعني اليوم يتم الحديث عن الأسرى وعن الرهائن وإلى آخر، وكأن العملية صفقة أسرى ورهائن. لكن ذروة يعني الإسرائيلي الحشد الدولي والتحدي الكبير. سيد اسمح لي سيدي، لكن ذروة الحشد الدولي خلف إسرائيل وإعطائها الدفعة اللازمة للقيام بهذه العملية البرية، ألم تتراجع؟ ألم نلحظ أنها تراجعت بحسب التقارير والأخبار، الأصوات الدولية، قمة أوروبية، تصريحات أمريكية، كلها تقول أنه ينبغي على الإسرائيليين التريث؟ صحيح، في هناك يعني غالبية العالم وأغلب دول العالم وغالبية القوى الوازنة في الإقليم والعالم تقول ذلك، وفي هناك أصوات في الولايات المتحدة وهناك أصوات في إسرائيل، ولكن في حقيقة الأمر عملية الحضور والتحضير العسكري الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة وتحت الآن حزام ناري وغارات غير مسبوقة على قطاع غزة، نعم، هذا سيعني بالضرورة، هل يعني ذلك بالضرورة تمهيد لتسوية سياسية وإنهاء الأزمة؟ هذا عمليا يبين أن هناك رغبة ونية وإصرار على مواصلة هذه الحرب. دعني أخذ رأي ضيفي من واشنطن. هو الوصول إلى إنهاء حكم حماس في قطاع غزة. بما أن يعني الموقف الأمريكي عامل مؤثر جدا في مدخلات القرار الإسرائيلي، سيد ديفيد دي روش، هل تدفع بالفعل واشنطن الآن لحل أزمة الرهائن كمنطلق ل يعني نزع فتيل عملية برية في غزة؟ لست متأكدا أن الأمرين مرتبطان. أعتقد أن القوات الأمريكية وجودها هناك هي ليست للمشاركة في الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن إن كان هناك انخراط مباشر في غزة فسيكون مقصورا على إنقاذ الرهائن، وخصوصا الرهائن الأمريكيين الذي يمكن تحديد مواقعهم وإطلاق صرائحهم، ثم بعد ذلك الإخلاء لهؤلاء وقوة الرد وعدم انخراط إيران أو أذرعها من حزب الله وخلافه في المنطقة، كما أنهم يحرصون على ألا تتدخل أي من وكلاء إيران في هذا الحراك، إضافة إلى حماية القوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق. أعتقد أن دور أمريكا سيكون منحصرا ومتركزا على ممارسة ضبط النفس لإسرائيل، وليس فقط لمنعهم من القيام بأي عمل عسكري أو أي اجتياح أرضي، ولكن كما سمعنا من
التصريحات الأمريكية وتصريحات الرئيس بايدن على أن له على أن إسرائيل عليها أن تتخذ إجراءات عسكرية صارمة لإنقاذ الرهائن، وهذا رد فعل طبيعي بين الحرب في بين إسرائيل وغزة. ولكن في الوقت نفسه اسمح لي أن أقاطع سيد ديفيد، رغم أني لم أكن أريد ذلك، فقط لأنه لمتابعة هذه النقطة قلت أنه أنت لست متأكد من أنه ثمت ارتباط بين النقطتين، لكن مصادر قالت لشبكة CNN الأمريكية أنه عملية وقف إطلاق النار ساهمت بشكل كبير في أو بحث مسألة وقف إطلاق النار أدت إلى أو يعني هي جزء من صفقة يتم بحثها لإدخال المساعدات من ناحية ووقف إطلاق النار من ناحية أخرى. ما الأمر الذي يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون مهتمة الآن بهذا المسار؟ آسف لقد أسأت فهم سؤالك في المقام الأول. أعتقد أن وقف إطلاق النار في هذه النقطة من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل سوف يعزز من تكتيكيات وأساليب حماس التعبوية وقدراتها، وأعتقد بكل صدق أنه لا يبدو أن هذا اقتراح أو هذا أمر متاح في هذا الوقت. أعتقد أن إيقاف إطلاق النار حاليا سوف إن تم تنفيذه فهو سيسمح لحماس بمواصلة هجماتها وتعزيز قدراتها، وبدلا من ذلك أعتقد أنهم يقومون بإلقاء اللوم على زيادة عدد الضحايا بين صفوف الشعب الفلسطيني في غزة، وبالتالي فإن أي عملية عسكرية بطبيعة الحال سوف تكون هناك ضحايا بين صفوف المدنيين، ولكن نحن نرى أن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا يعقد الأمر، وبالتالي فإن الولايات المتحدة حريصة على ألا تزداد هذه الكارثة بين المدنيين، وبالتالي هناك احتمال أن الأساليب التكتيكية سوف تنجح وربما تتبع أساليب تعبوية مختلفة يمكنها أن تحد من الضحايا بين المدنيين. ومن هذا المنطلق أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقوم وتدعم إجراءات الإسرائيلية، ولكن الولايات المتحدة ستكون هناك للرد على أي محاولة من أي أطراف إقليمية أو خارجية. هذا موقف معقد للغاية للرهائن، وربما يكون أكثر تعقيدا مما نتصور، وأن حماس قد تعمدت أخذ هذا العدد من الرهائن لتعقيد الموقف. هذا موقف معقد للغاية، وسنشهد الكثير من الناس سيعانون من هذه الأمور. سيد شلومو جانور ضيفي من القدس، دعني أبدأ معك من الاستطلاع الذي نشرته معاريف الإسرائيلية بتراجع التأييد في الداخل الإسرائيلي لأي عملية برية، في الوقت الذي يبدو فيه أنه أيضا هناك انقسام في الكابينت. نتنياهو يبدو أنه لم يوقع بعد على وثيقة القيام بعملية برية، في حين أن الجنرالات الإسرائيليين على رأسهم يوف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي متحمس جدا لهذا الأمر. ما الاعتبارات الإسرائيلية في عملية التردد أو الإقدام على هذه العملية البرية؟ وأعود مرة ثانية إلى استطلاع الرأي العام. 65% كانوا يؤيدون في الأسبوع الماضي العملية البرية السريعة والمفاجئة كرد فعل، وفي هذا الأسبوع 49% فقط يؤيدون القيام بالعملية، أي هناك تراجع في التسرع والدعوة إلى التريث في اتخاذ هذا القرار، وهذا يعود لعدة أسباب. أولا الإفراج الذي تم عن 4 سيدات مسنات وعودتهن إلى إسرائيل. ثانيا المفاوضات الجارية الآن بصدد الإفراج عن أكبر مجموعة من المختطفين الإسرائيليين والرعايا الأجانب، والتي لا تزال جارية، وطالما هناك بصيص من الأمل لإطلاق وإنقاذ أي فرد من الشعب اليهودي الإسرائيلي فهناك ستمنح له هذه الفرصة، وذلك وفقا للقيم اليهودية الإسرائيلية، ولذلك من هنا هذا الاعتبار. زد على ذلك بأن الحشودات
العسكرية لا تزال قائمة، الحرب سوف لا تهرب، وأن كل يوم تستمر فيه الاستعدادات للشن الهجوم البري الذي لا محالة منه حسب قرارات الحكومة، فيجب التريث ومنح الإمكانيات لهذا الاحتمال. من هنا هذا هو التحليل النفساني وأيضا الاتجاه الجماهيري في الشارع الإسرائيلي على مختلف انتماءاته. بالنسبة للانقسامات فهذا طبعا هو أمر حيوي، وأيضا أعتقد بأنه أمر ضروري، لأن التسليم بقرار واحد أو برأي واحد هذا هو غير منطقي في حياة ديمقراطية، خاصة في أمر مصيري مثل الحرب. ومن هنا تبادل وجهات النظر بين المستويين السياسي والأمني إلى اتخاذ القرار. ولكن في نهاية الأمر من سيتخذ القرار بالهجوم البري هو المستوى السياسي، والمستوى العسكري سيقبل وفقا له متبع في نظام ديمقراطي هنا في إسرائيل، هو سيقبل بالقرار الذي سيتخذه المجلس الحربي الذي شكل لهذه الغاية. لذلك لا أعتقد بأن هذا يدل على انقسام سياسي أو انتمائي لمعسكر هذا أو معسكر الحمائم أو الصقور. هناك أعتقد بأن كل طرف يثري الطرف الآخر بالأفكار بالنقاش بالأبعاد، وعندها يتخذ القرار الحقيقي ويلقى على من سيتخذ هذا القرار المسؤولية العليا، وعندها الكل سينضم وسينطوي تحت هذا القرار وسيتوجه إلى تطبيقه فعلا. هذه هي التقاليد المتبعة في إسرائيل خلال كل الحروب، وهذا أيضا متبع سواء في أيام السلم وأيضا في أيام الحرب. طيب سيد ديفيد ديراش ضيفي من واشنطن، نعلم أنه الإدارة الأمريكية لديها دوافع كثيرة في منطقها في التحرك لدعم إسرائيل في العملية البرية وكرد فعل على ما قامت به حماس في 7 أكتوبر، لكن إن قررت إسرائيل الآن، وهذا بحسب المصادر التي نقلت عنها شبكة CNN، أنها تبحث عملية وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن أو المختطفين لدى حماس كجزء من صفقة كبرى، ماذا سيكون الموقف الأمريكي في هذه الحالة؟ لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية قد سواء كان في العلن أو في الغرف المغلقة أنها ستؤثر على قرارات الإسرائيلية في عدم المضي قدما في الغزو البري، وبالتالي إن كان هذا هو القرار لتحقيق هذه الأهداف السياسية دون أن يتعرض حياة أي جندي، أو لا يوجد جندي على وطن الأرض يريد أن يدخل حربا شوارع أو حربا في المدن، وبالتالي فإن الوضع في غزة معقدا جدا، خاصة إن أخذنا في الاعتبار شبكة الأنفاق، فإن ذلك إن تم الغزو البري أو الاجتياح البري فسيكون هناك عدد كبير من الضحايا. إن تمكنت إسرائيل من تحقيق ذلك دون إراقة الدماء فإن الولايات المتحدة سترحب بالطبع بهذا الأمر وتؤيده، وسيكون هناك دوافع وهناك فوائد سياسية جدا وإنقاذ حياة آلاف المدنيين، وهذا أمر يرحب به الجميع. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة بشكل أساسي ستدعم إسرائيل في قرارتها إن قررت عدم المضي قدما في الاجتياح البري. يعني تقول أنه إسرائيل قد تكون تراجع نفسها خشية أن تغرق في مستنقع الأنفاق في غزة. دعني أذهب بهذه النقطة إلى ضيفي من رام الله السيد أشرف عكا. سيد أشرف، هنا ثمت أيضا حديث عن أن إسرائيل لن تقدم على هذه الخطوة إلا إن كانت واثقة من الفوز، لأنها لا تريد تكرار ما تسمى بفضيحة 7 أكتوبر عندما فشلت أجهزة الاستخبارات والأجهزة الدفاع الإسرائيلية في التصدي لهجمة حماس. ما رأيك؟
نعم أنا أقول يعني هناك من يقول لابد من الحكمة حتى تحضير القوات وإضعاف يعني دفاعات حركة حماس وتحضير القوات بشكل جيد وبشكل ممنهج. وعمليا هناك من يتحدث عن أساليب عسكرية تدميرية كبرى من خلال يعني القنابل يعني ذات التفجير القوي وغير ذلك من أساليب يعني كغاز الأعصاب وغيره. ولكن دعيني أقول الخلاف الإسرائيلي على الكيفية وليس على جوهر العمل. متى وكيف يعني من سيدخل وهي ما هي الطريقة وماذا سنفعل وهذه الجزئية الأساسية. هل الأمريكي متخوف من ما بعد العملية؟ هو مفترض أن الإسرائيلي سينجز هذه المهمة إنجازا تاما ومتكاملا حسب الرؤية والأهداف والخطط المتفق عليها بين الطرفين. ولكن دعيني أقول كمان الاعتبارات الأمريكية لهذه المعركة وحاجة إسرائيل لهذه المعركة هي اعتبارات بايدن الانتخابية واعتبارات بايدن الشخصية واعتبارات الولايات المتحدة الاستراتيجية والحيوية وأهمية إسرائيل للتوازن الاستراتيجي لدور الولايات المتحدة في المنطقة. أشرف كل ذلك فقط أنوه إلى أنه نشاهد الآن على الشاشة هذه اللقطات المباشرة. على يمين الشاشة هذه غزة وهي غارقة في الظلام وحركة حماس تعلن انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع. وعلى يسار الشاشة عسقلان ونشاهد أيضا هناك قصف جوي في السماء بين الحين والآخر وحديث عن قصف شديد تتعرض له غزة الآن خلال هذه اللحظات. هناك قصف وهجوم جوي كبير من قبل إسرائيل على قطاع غزة. تفضل سيد أشرف. يعني هو اتفاق على استمرار هذه العملية مع أخذ بعين الاعتبار كيف يمكن أن تغطي الولايات المتحدة سياسيا وقانونيا واستراتيجيا وإعلاميا وبالمعنى العسكري هذه العملية لكي تكون يعني تحقق النصر المراد والأهداف المرادة. لأنه أي هزيمة أخرى لأنه ما جرى في 7 أكتوبر اعتبرت الولايات المتحدة هزيمة وضربة لهيبة الولايات المتحدة ودورها باعتبارها هي من يدعم إسرائيل وعلى كل المستويات. بتكلم من هذه أنا يعني تقديراتي وافتراضاتي أنا ومن خلال مشاهداتي على الأرض وفي الآن يعني الحديث عن مناورات عسكرية إيرانية مناورات عسكرية صينية باكستانية في الخليج العربي وغير ذلك من أشكال يعني التجيش في المنطقة وعبر المحيطات هذه دلالة واضحة غير الهجمات مساء أمس وتكرار الهجمات على القوات الأمريكية ورد القوات الأمريكية في المنطقة. والآن دعيني أقول جملة في غاية الأهمية أن الولايات المتحدة الآن أصبحت دولة إقليمية بالنسبة لإيران بالمنظور العسكري الاستراتيجي وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة إلا أن تحسب حسابات الدولة الإقليمية في هذه المعركة. لهذا طلبت من إسرائيل التريث لهذه العملية وقبل الدخول البري لأنه الافتراض يعني أنه عدم امتداد هذه المعركة سقطت. إذن الكل يؤكد أنه في اللحظة التي تبدأ فيها إسرائيل بالاجتياح البري وعندما تئن المقاومة أو يعني تتعب في هذه المعركة يعني سيكون في هناك تدخل. وأنا بتقديري التدخل بدأ يعني علينا ألا نفترض أنه بدأ تدخل بدأ استفزازات للقوات الأمريكية وضربها في العراق وفي سوريا وغير ذلك. هذا يبين أن نحن أمام مرحلة حتى هذه اللحظة لا الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة الإرادة الحقيقية على وقف إطلاق النار وإجبار إسرائيل حتى هذه اللحظة لا نسمع من الولايات المتحدة وحلفائها أي صيغة من أجل الدخول بمسار حقيقي لوقف إطلاق النار. طيب يبدو أنه الآن إسرائيل توجه نيرانها إلى جبهتين الجنوب اللبناني وإلى قطاع غزة بالمدفعية والغارات الجوية. أذهب إليك سيد شلومو غانور. كنا شاهدنا اليوم عملية ما تسمى بالعملية التحضيرية ويتحدث الخبراء أن إسرائيل تركز الآن أو تقوم بعمليات جوية مركزة وقد يكون ذلك بديلا أكثر مقبولية أو منطقية من الهجوم البري الذي قد تكون له خسائر فادحة سيتحمل رصيدها السياسي إسرائيل وحلفائها بينها الولايات المتحدة الأمريكية. هل بالفعل إسرائيل تميل إلى حل الضربات المركزة بديلا عن الاجتياح البري؟ كلا، إسرائيل تحتفظ قرار التوقيت والظرف والظروف الملائمة لاختيار الموعد والمكان والاتجاه والأساليب للقيام بالعملية البرية عندما سيتخذ القرار من قبل إسرائيل وحدها. هذا من جهة.
من جهة ثانية نرى أن خلال 21 يوما الغارات الجوية المدمرة قد حققت نوعا كبيرا من الإنجازات. وعلينا نذكر بأن قبل أي اجتياح بري يجب التمهيد له بضربات جوية مؤلمة، خاصة وأن مدينة الأنفاق التي يمتلكها حماس تحت مدينة غزة فوق الأرض يجب الوصول إليها، وهي تدمير الهدف من هذه الحرب كما معلن ومكرر هو تدمير البنية العسكرية والحكومية لحماس. ولكي الوصول إلى هذه القدرات العسكرية يجب محو ما هو على الأرض. علينا نذكر أيضا بأن هناك في حرب كوسوفو التي شنها التحالف الدولي على كوسوفو استمر القصف الجوي المركز 72 يوما متتاليا قبل أن بدأ الزحف البري والعملية البرية للقوات التحالف الدولي. فهذه ربما عبرة ما لما نقوله بأن الحرب ستكون طويلة وعنيفة، وربما ما نشهده اليوم بعد مرور 21 يوما هو نموذج من هذه الحرب التي سنشهدها في الأيام والأسابيع القادمة. هذا هو، لا شك أن بغاية أي عملية عسكرية إسرائيلية سوف ليس فقط تحقيق النصر وهذا أمر من البديهي، ولكن أيضا استعادة قوة الردع الإسرائيلية الإقليمية، ليس فقط الانتصار على حماس بل بالبرهنة لجميع دول المنطقة على أن إسرائيل استعادت قوة الردع وأنها تشكل قوة أساسية في هذه المنطقة لمساندة الدول الإسلامية المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك ضد حماس التي تعتبرها ليس إسرائيل فقط كداعش الجديدة بل أيضا استعادت قوة الردع. إذن جميع دول الغرب والولايات المتحدة يعتبرون بأن يجب القضاء على حماس. أعذرني سيد شلومو غنور، طبعا سأعود إليكم ضيوفي الكرام، ابقوا معي. الآن أخذ مراسلنا نضال كنعاني من القدس. نضال، نريد أن نحدث معك البيانات والمعطيات الميدانية، لأنه ثمت إشارات إلى قصف وإطلاق لسفارات الإنذار تل أبيب وفي وسط إسرائيل ومناطق أخرى، ما الذي يجري لديك؟ نعم مروج، إذن هو قصف متبادل، قصف مكثف للغاية على قطاع غزة في الساعة الأخيرة. مصادر في قطاع غزة تقول بأن القصف غير مسبوق منذ بدء هذه الحرب على قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى من القطاع ومدينة غزة. هذا القصف يأتي من الجو ومن نيران المدفعية الإسرائيلية، قصف غير مسبوق، له العديد من التفسيرات، لكن المهم الآن أن الاتصالات انقطعت بالكامل مع قطاع غزة، وشركة جوال الفلسطينية قبل قليل أصدرت بيانا قالت فيه، هذا نص البيان: أهلنا الكرام، نأسف لانقطاع البث عن قطاع غزة، انقطاع كامل خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع كامل. طيب، إلى جانب انقطاع الإنترنت والاتصالات، نضال دعني فقط أشير إلى أنه التقارير تقول أعنف هجوم بري وبحري وجوي يجري الآن في قطاع غزة منذ بدء التصعيد منذ 21 يوم. إذن ما يجري الآن؟ نشاهد الطلقات الصاروخية في سماء غزة، النيران تشتعل في سماء غزة في يمين الشاشة وتصاعد الدخان الأسود، و الآن في هذه اللحظات أعنف هجوم بري وجوي وبحري
على قطاع غزة من قبل إسرائيل. تفضل نضال. نعم بالفعل هذا القصف له العديد من التفسيرات الممكنة. أولا قد يكون تمهيدا لعملية برية في القطاع، هذا أيضا أمر وارد، تكثيف القصف الجوي، استهداف عشرات ومئات الأهداف وفقا لبعض المصادر الإسرائيلية في نفس الوقت، هذا قد يكون غطاء جويا للدخول البري إلى قطاع غزة. أيضا لا ننسى قضية المفاوضات المتعثرة، وفي كثير من الأحيان عندما تتعثر المفاوضات تجري هنالك عمليات قصف متبادلة بالحجم الذي نراه كتهديد وإظهار الخيارات الأخرى للطرف الآخر بأنك إذا لم توافق على الشروط في المفاوضات الجارية بيننا فالخيار واضح الآن أمامك. هذا أيضا احتمال وارد في الفترة الحالية، خاصة مع التعثر وأنباء عن تعثر المفاوضات الجارية والحديث عن شروط متبادلة لهذا. طيب لهذه انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة، أريد أن أعود إلى هذه النقطة نضال، لأنه ليست مصادفة مع هذا الهجوم الأعنف منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر أن تنقطع وتنهار منظومة الاتصالات والانترنت في حماس في قطاع غزة بشكل عام. طيب سأعود إلى ضيوفي بهذه النقطة، وأعود إلى ضيفي من رام الله السيد أشرف عكا. سيد أشرف، علق لي على ما يجري الآن على هذا الهجوم والانهيار الكامل للاتصالات والإنترنت، ما الذي يجري الآن في غزة؟ يعني أنا بتقديري يعني شكله بدأ الهجوم الجدي والحقيقي، يعني هاي افتراضي، وهناك شكل من أشكال يعني التعتيم الإعلامي، ولأن إسرائيل انفضحت خلال الفترة الماضية سترتكب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذه اللحظات، وتحاول عمليا أن لا يكتشف ذلك العالم ويرى ويسمع وأمام الكاميرات. هذا محاولة عمليا ليعني لاستباحة القطاع وعمل تغطية كبرى بهذا الاتجاه، هي محاولة، وكنت أقول محاولة لخداع وإضعاف يعني دفاعات حماس، ومحاولة أساسية الآن من أجل يعني التسريع، ليس فقط في عملية المفاوضات. الإسرائيليين منذ أول لحظة، وأنا أقول هذا الملف تم إسقاطه بالمعنى الاستراتيجي، لأنه سيبقى ورقة لدى المقاومة من أجل المفاوضة عليه اليوم أو بعد يعني أو بعد حين. هذه المسألة الأساسية الآن، ما يجري عبارة عن مجزرة حقيقية وجدية، والآن أنا أقول قد يبدأ الهجوم بأشكال مختلفة. هذا الهجوم البري ما قال عنه جلينت، سيكون هناك هجوم بري وبحري وجوي. هذا القصف عملية تمهيد، قد نشهد في الساعات القليلة القادمة يعني أنباء عن يعني عن تقدم لبعض القوات الإسرائيلية. طيب سيد ديفيد ديراش ضيفي من واشنطن، هل بدأت العملية الكبرى الإسرائيلية في قطاع غزة برأيك؟ وما هي عوامل النجاح التي نتحدث عنها هنا في ظل كل المعطيات على الأرض؟ ومخاوف أيضا أن ترد أذرع إيران في المنطقة، يعني حزب الله قد يكون له رد، والأطراف الأخرى الموجودة سواء في الجانب على الجانب السوري وفي العراق وحتى في اليمن من قبل الحوثيين، ما الحسابات هنا؟ أعتقد أنه من المحتمل أنه يكون لدينا أنا لا أتفق مع زميلنا من رام الله، لدينا صور الأقمار الصناعي، لدينا وسائل الاتصال بالإنترنت، أما ليس فقط بالكهرباء، وبالتالي لا أتفق أنه قد تعتي أن يكون هناك تعتيم إعلامي كامل، هذا أحد العوامل. في الوقت نفسه دعونا لا نبالغ، لكن ثم قطع للاتصال فقط أشير. سيد ديروش اسمح لي على المقاطعة، أعتذر مرة أخرى، لكن أقول أنه ما قاله السيد أشرف عكا هو كان يشير إلى قطع الاتصالات عمدا عن قطاع غزة بالكامل، لا يوجد انترنت لا يوجد اتصالات الآن. نعم مرة أخرى
فإن ذلك ينطبق على الاتصالات والوصلات الأرضية، ولكن ماذا عن صور الأقمار الصناعية والاتصال بالإنترنت من خلال الأقمار الصناعية؟ ما أقوله هنا، هناك وسائل أخرى للاتصال بالإنترنت والبث التلفزيوني لتوثيق هذه المجزرة. الوسائل الإعلام الدولية لديها إمكانية الوصول إلى الأقمار الصناعية ويمكنها أن تصور وتتابع ما يحدث بالفعل في غزة، وبالتالي أعتقد أنه سيمكننا وما زال يمكننا أن نرى ما يحدث على أرض الواقع في غزة. حتى أعيد مرة أخرى وأجاب مرة على سؤالك فيما يتعلق بأنه قد آن الوقت من هذه عملية الاجتياح الفعلي. ليس هناك ثمة دليل على أن هناك اجتياح فعلي حتى، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير القدرات العسكرية لغزة، وربما فإنهم قد يكون لديهم أيضا بعض القدرات العسكرية التي يجب تدميرنا. العوامل الأكثر تعقيدة هي مسألة الرهائن، وأعتقد أنه حماس تستخدم الرهائن كورقة للتفاوض عليها. وهذه حقيقة، 120 رهينة ما زالت حتى الآن. اسمح لي سيد ديفيد، أذهب إلى مراسلنا من عسقلان موفدنا فراس لطفي. فراس، ما الذي يجري لديك وسط هذا القصف المتبادل والقصف الشديد طبعا على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا من قبل إسرائيل؟ نعم، واضح بأن هناك توسيع للعملية العسكرية، واضح بأن هناك شيء ما تمهد له هذه الضربات الواسعة في قطاع غزة، ومن الواضح أيضا بأن هناك تقديم أيضا لكلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كان المفترض أن يخرج بعد أكثر من ساعة، تم تقديم موعد مؤتمره الصحفي بعد 15 دقيقة من الآن. واضح بأن هناك شيء على الأرض يتم التمهيد له، إما توسيع الضربات العسكرية الجوية والبحرية والبرية، كما قال يوم أمس جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هناك تعظيم لهذه الضربات الجوية في الساعات المقبلة، أو أن ذلك تمهيدا لتحرك بري محتمل على بعض المحاور تحديدا في منطقة شمال قطاع غزة. طوال اليوم كنا نرصد من منطقة الحدود على المتاخمة لشمال ووسط قطاع غزة، كانت القصف عنيف ولكنه الآن تحول إلى جنوني. هناك نسمع الآن الأصوات الانفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، أصوات المدفعية تدق كل ثانية أهداف في قطاع غزة، وهناك مصادر محلية تقول من داخل قطاع غزة ومع صعوبة الاتصال بأن هناك مربعات سكنية كاملة تباد في هذه الأثناء، إلى جانب انقطاع قطاع غزة عن العالم الخارجي، يعني هو منقطع أصلا منذ 17 عاما عن العالم الحقيقي، وهو الآن منقطع عن العالم الافتراضي أيضا. يبدو بأن هناك شيء ما بالتوازي مع الحديث الذي تعاظم اليوم حول قضية تقدم في الاتصالات على صعيد الأسرى، ولكن واضح بأن أجندة الجيش الإسرائيلي لا تزال ثابتة باتجاه تكثيف الضربات على قطاع غزة، وحتى الوصول كما يقول الجيش الإسرائيلي إلى إزاحة حكم حماس عن قطاع غزة وتوجيه ضربات قاتلة لقدراتها العسكرية. فراس، ابقى معي. ضيوفي الكرام، ابقوا معي. زميل صهيب شراير يستكمل معكم ما يجري الآن من قصف هو الأعنف منذ بدء الحرب على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا.